السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم حلقتنا على أنواع الكاويات. أفضل شيء هذه الكاوية اللي بيها هي يعني على طبيعتها خليها على الكهرباء، هي تأخذ 30 واط لأن مخلين بها دايود يضعف لها الكهرباء. أضغط المفتاح هذا أثناء العمل تصير 70، ألغي الدايود. هاي الكاوية أنا أشتغل بها. أما هاي ما موجودة إحنا عندنا بسوق الناصرية، فإذا ماكو أخذ هذه، هاي همينة 30، وإذا أضغط المفتاح هاي اللي قدام هالشكل يصير 70، وإذا أرجعها يصير 30. فإذا ما استعملها خليها على 30 على طول، ظل حامية وجاهزة للشغل. أما أنواع السولدر اللي هو عدو كلال الإلكترونيات بالناصرية موجود بسوق سيد سعد، والأنواع اللي عد الكهربائيين وعد المحلات الإنشائية يبيعون أي نوعية، هو يعني مو شيء بالشغل. أنا بالنسبة لي ما أحب أشتغل به، يصير به مثل السواد، يعني ما يصير به لمعة السولدر مال الشركة. وكل السولدر يشتغل للعلم، كل السولدر أشتغل به طبيعي. هسه راح أشتغل بهاي الخارطة، راح أريد أفتح هاي المتسعة بالشافطة. هاي الشافطة فكرتها أنه تشفط الهواء اللي بي السولدر المنصهر من هنا. تضغط هاي المفتاح بشكل تطلع، تضغط هاي شيء، فسريعة بالشغل وحلوة. هسه راح ننزل الكاميرا على الخارطة بشكل، وهاي قلنا المتسعة، هاي راح افتحها اخلي عليها. هسه واضحة يمكن الصورة، اخلي الكاوية على السولدر من ينصهر، هاي جاهزة دق ما انا ضاغطها، فاشفط السولدر وبعدين اخليها على الثاني القطب الثاني واشفط السولدر. هسه فتحت المتسعة، هذه المتسعة راح ارجع الحمها من جديد من دون ما نخرب الخارطة، ما نتلفها من الحمها. اللحيم حال لحيم الشركة، يعني ما تبين مفتوحة وملحومة. هسه هذه حتى نوخر اثار اللحام نستخدم الفرشة، يصير شغلنا حلو ويخبل. هذا يخبل اخبار كلش حلو. وهذا المساعد اللحام مرات احتاجه احيانا، يعني مثلا اذا الخارطة كانت حساسة كلش والمناطق صغيرة، يعني ما الوحة الا اخلي السلك، هذا السلك اخلي بيها بالمادة واسحب السولدر بهاي المادة، اسحبها بالواير مثل ما سويتها بالفيديو السابق اذا تراجع للفيديو اللي انا ناشره بالقناة. والطريقة الثالثة هم ان شاء الله نستعملها بفيديو لاحق. وهسه نريد تدعمونا بالصلاة على محمد وآل محمد ولايك ومتابعة، وشكرا لكم.